السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، إزيكم؟ أخباركم إيه؟ النهاردة على قناة اختراعات سهلة وبسيطة هنشرح مع بعض إزاي طريقة عمل البرجر بطريقة ولا المحترفين. كل اللي احنا هنحتاجه 2 كيلو لحم سليم أو مفروم، بس احنا بنفضل إن هو يكون سليم. لو عندك مفرومه في البيت وافرمه انت على ايدك هيكون اجمل بكتير جدا. بعد كده هنحتاج 150 جرام من فول الصويا، طبعا دولت 150 جرام لكن بعد لما بيتخمر بيبقى حجمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنخمره لو احنا مستعجلين عليه بنخمره في مية مغلية لمدة ربع ساعة، لو مش مستعجلين عليه بنخمره في مية عادية لمدة ساعتين. بعد كده التوابل اللي بنضيفها معانا، في عندنا معلقة كبيرة من اللبن البودر، معلقة ملح، معلقة ثوم بودر، معلقة بصل بودر، معلقة فلفل اسود، بالاضافة للحاجات اللي احنا بنحتاجها خلطة البرجر. كيس بيجي جاهز كده من اي سوبر ماركت او من اي عطار، اسمها خلطة البرجر. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل برجر ازاي. اللي احنا هنعمله دلوقتي اول حاجة معانا هنفرم اللحم، طبعا هنفرم اللحم بالشكل اللي احنا معانا كده. هنشغل المفرمة طريقة سهلة جدا. نخلص فرم اللحم ونرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا فرم اللحم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. في جزئية مهمة جدا هقول لكم عليها، طبعا بسبب الدهن اللي موجود في اللحم بعد اللحمة لما بتتعمل بتخلي اللحم ان هو يكش، فعلشان ان احنا نتفادى ان اللحمة ان هي تكش لما تتعمل بنضيف ليها معلقة من البيكنج باودر علشان ما تخليش اللحم يكش. طيب في جزئية تانية، هل يا ترى انا ممكن اعمل البرجر دوت بالبصل الفريش بدل البصل الباودر؟ اكيد طبعا ينفع، بس لو انا هستعمل البرجر في ساعتها وهسويه علشان اقدمه او ان انا اكله في ساعتها مفيش مشكلة، لكن لو انا هخزنه في التلاجة لمدة طويلة او مدة حتى ولو قصيرة طبعا مش هينفع علشان ما ياخدش طعم مختلف عن طعم البرجر. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنضيف كل المكونات ديت على بعضها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هنرجع نضيفهم تاني ونفرمهم في الفرن علشان الخليط كله يتجانس مع بعض. فاحنا حطينا اللحم وهنحط فول الصويا، وطبعا هنحط خلطة البرجر وكل التوابل اللي احنا ضفناها دي دلوقتي بالشكل ده كده كله مع بعض وبالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وخلطة التوابل معانا برضو نضيفها بالشكل ده كده اللي هو اهو بالشكل ده كده، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. نفضل نعمل كده لغاية لما الخليط كله يمتزج في بعضه، وبعد كده نرجعه كله نفرمه مرة تانية في المفرمة. هنعيده في الطبق ده هنا كده. وبعد كده ناخد منه حتة حتة في المفرمة ونفرم زي ما احنا شايفين كده بالظبط. شغل الفرمة على الآخر. Thank you.
ورجعنا لكم تاني يا اصدقائنا الاعزاء بعد ما خلصنا فرم العجين وحطينا الفول عليه وكل المكونات اللي عليه ورجعنا تاني فرمناها في المفرمة. هنبدأ بعد كده نعمل البرجر. هنعمله ازاي؟ لو احنا ما عندناش المكبس بتاع البرجر ممكن نجيب غطا برطمان زي ده كده نعمل فيه، وهنجيب اكياس نقطعها بالشكل ده كده ونبدأ نحطها في الغطا بالشكل ده كده، ونحط عليها حتة لحمة من المعجون اللي احنا عملناه كده ونحطها في الغطا بالشكل ده كده، ونحاول ان احنا ما تبقاش كبيرة قوي عشان ما تبقاش تخينة وفي نفس الوقت تبقى حجم البرجر مظبوط وكويس بالشكل ده كده، ونظبطها على الغطا ونكبسها بالشكل ده كده. وبعدين نقفلها بالشكل ده كده، ولو في غطا تاني ممكن نضغط عليه كده بحيث ان احنا نظبطها بالظبط زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نطلعها كده اهو ونحاول ان احنا نظبطها بالشكل ده كده عشان ما تبقاش تخينة قوي. الشكل اللي احنا شايفينه ده كده دوت الشكل النهائي بتاعها. نجرب مع بعض واحدة تانية دلوقتي. كيس بالشكل ده نحطه في الغطاء ونحط عليه قطع من اللحم اللي احنا فرمناه بالشكل ده كده، ونطبعها على الغطاء ونضغط عليها جامد قوي كده ونقفلها بالكيس بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده، وزي ما قلت لو في غطا تاني يكون صغير شوية نكبسها كده. وبعد كده نشيلها من الغطا ونبدأ ان احنا نظبطها تاني بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده. شايفين شكلها؟ مع بعض هنخلص الكمية اللي موجودة عندنا ونرجع لكم تاني. خلوكم معانا. ورجعنا لكم تاني يا اصدقائنا الاعزاء بعد ما خلصنا الكمية كاملة. شايفين بالشكل ده كده اهو، بعد ما رصينا الكمية كلها في اطباق فويل بالشكل ده كده، يعني الاتنين كيلو عملوا لنا كمية كبيرة جدا جدا جدا. لو احنا مفيش اطباق فويل ممكن نرصها في علبة يكون لها غطا، ممكن نرصها فيه ونقفل العلبة بإحكام ونحطها في الفريزر. يعني مثلا لو في علبة مثلا زي دي كده وليها غطا ممكن نرصها جوه العلبة ديت ونغطيها كده بإحكام ونحطها في الديب فريزر. يعني حاجة جميلة جدا وطريقة سهلة جدا ممكن تتعمل، وهتبقى أأمن بكتير جدا من البرجر اللي بيجي من السوبر ماركت. يا رب تكون الفكرة سهلة وعجبتكم. نشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.